أنا الطالب فارس ثابت ليوسف بجامعة هارفارد. سبب التحاقي ببرنامج التميز كان أساساً كان عندي طموح أني أنضم إلى أحد الجامعات العليا في أمريكا ومن أفضل الجامعات. فطبعاً برنامج موهبة وبرنامج تميز يوعدوا الطلاب أنهم بأهلوهم بيجهزوهم إلى هالتقديم. فلما انضميت إلى هالبرنامج صراحة جهزني من ناحية التقديم وجهزني من ناحية أن تطوير يعني السيرة الذاتية في قبل التقديم وفادني كثير بمسيرتي الجامعية. طبعاً تجربتي كانت برنامج تأهيل كانت أساساً هي برامج صيفية، فكان عندي صيفين أمضيتهم في جامعة الملك سعود، فأخذت هناك سنة درس فيها علوم طبية وسنة ثانية درس فيها هندسة مالية. بعد انضميت إلى برنامج ابتعاث تقريباً محلي من ضمن موهبة اللي ودوني جامعة يو شيكاغو إلى صيف ودرس فيها هناك الاقتصاد. بالذات برنامج تميز، برنامج تميز أهلني كيف أبني سيرتي الذاتية وأتعلم كيف مفروض تكون يعني كيف التقديم مفروض يكون على الجامعات الأمريكية. تفرق بشكل تام عن التقديم في الجامعات السعودية. فعندنا من ناحية اختبارات غير، مثلا اختبار SAT، عندنا من ناحية اللي يسموهم الاكسترا كريكولر اكتيفيتيز اللي هي النشاطات الغير أكاديمية اللي الواحد لازم يطورها من نفسه علشان يقدم على هالجامعات الأمريكية، وهذه مي حاجة معتادة نسويها بالسعودية. هالفرق يعني مهم ان الواحد يكون واعي عنه وعارف انه قبل ما يقدم. وطبعا ثالث شيء اللي هو هي المقالة الشخصية اللي هي الأسي. في التقديم على الجامعات كان عندنا اكثر من ورشة ان نطور فيها المقالة الشخصية ونتعود كيف نكتبها بطريقة المتوقعة الى الجامعات الأمريكية. كان اختبار موهبة يعني شيء جزء كبير من مسيرتي المدرسية يعني. فبعد ما اخذت الاختبار اول مرة في صف سادس ابتدائي وثاني مرة في صف ثالث متوسط لانه درجتين، اهلي اني ادخل برامج كثير من برامج موهبة اللي اكيد طورت شخصيتي، طورت سيرتي الذاتية، طورت زي ما تقول CV ولا يعني مؤهلاتي اللي عندي للتقديم للجامعة. والله اهدافي المستقبلية هي اني ادخل مجال الاستثمارات والخدمات المالية. طبعا عندنا بالمملكة اقتصادنا قاعد يتطور الحين بشكل سريع، الواحد اهم شيء عليه من سن صغير من بداية السنوات الثانوية انه يحاول يطور من نفسه، انه يحاول يجهز لهالجامعات، لان الموضوع يعني it's a process. في فرق بين انك تقرا بحث وانك تتناقش مع الشخص اللي كتب البحث. واحد من الدكاترة اللي عندي كان نائب رئيس وزراء روسيا، واحد ثاني كان مدير الاقتصادي الى IMF اللي هو البنك اللي يمول الى الدول. فانك تتعامل مع هالاشخاص وتتعلم منهم يعني شيء ما له بديل بصراحة. صار شكر اكيد الى اهلي، الى امي وابوي، من بعدها الى موهبة بصراحة، والى مدرسيني بالمدرسة، الى كل الناس اللي كانوا معي بصراحة من ناحية برامج موهبة، برامج تميز، وبرامج اللي قبلها في جامعة الملك سعود ويونيفرسيتي في شيكاغو.